بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير. أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب القلب الطيب وصاحب النفس الأبية، إلى من يساهم ويساند ويكرم للوصول بنا إلى أعلى الدرجات، إلى أستاذي الدكتور معتز صلاح الدين رئيس شبكة إعلام المرأة العربية، وبكل الود والحب والإخلاص إلى معالي عميد الجروب دكتور سيد الفقي على إيجابياته الرائعة ومساندته الشديدة، فجزاهم الله عني خير الجزاء. الليلة إن شاء الله أتناول موضوع مهم جدا قد يغفل البعض عنه، ألا وهو كثير من الأمراض الجسدية أساسها نفسي. الأمراض النفسية الجسدية هي تلك الأمراض التي يشكو فيها المريض من أعراض جسمانية، ولكن السبب الحقيقي وراءها هو نفسي وليس عضوي. الجسد والنفس يشكلان وحدة متكاملة داخل جسم الإنسان، فيؤثر كل منهما على الآخر، مما يسبب ظهور تغيرات وأعراض جسدية عديدة بسبب مرض نفسي ما. والعلاج النفسي أساسه التسليم والرضا، وأمراض الإنسان إما أن تكون جسدية أو نفسية، وأغلب الأمراض الجسدية أساسها نفسية. والأمراض النفسية تصيب مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية، وتتسبب في معاناة يمتد تأثيرها إلى الأسرة والمجتمع، منها القلق والتوتر والاكتئاب. فمعظم الأمراض الجسدية يلعب فيها العامل النفسي دورا قويا، سواء في نشأتها أو استمرارها، لأن بين العاملين النفسي والجسدي علاقة تفاعلية. وخير دليل على ذلك مدى تأثر الجسد بأي اضطراب نفسي، فالشخص عندما يتعرض لموقف خوف أو توتر يخفق قلبه بسرعة وترتعد أطرافه ويبدو على وجهه الشحوب ويتصبب عرقه، وهذا إن دل فإنه يدل على فعل طبيعي يحدث لدى شخص نتيجة سلسلة من التفاعلات تبدأ من خلايا قشرة المخ التي تقوم بوظيفة التفكير، وبعد ذلك تصدر إشارات كهربائية وكيميائية إلى مناطق أخرى من الجهاز العصبي. وتوجد أعراض نفسية دون أن يصاحبها أي أعراض عضوية كالغثيان والقيء وألم الظهر والأطراف، دون أن يكون هناك أعراض نفسية واضحة مصاحبة، مما يجعل المريض وذويه يعتقدون أن المرض عضوي لا نفسي. مثل امرأة تشكو فقط بأنها تتقيأ أي شيء تأكله، وتم التدخل الجراحي في حالتها عدة مرات وأدخلت العديد من المستشفيات دون فائدة، وفي النهاية تم تحويلها إلى العيادة النفسية، وبعد عدة جلسات من العلاج النفسي انقطع القيء عنها تماما. ويوجد أيضا أعراض عضوية دون أن يصاحبها أي أعراض نفسية، وقد يحدث العكس فتظهر الأمراض العضوية بأعراض نفسية، كما هو الحال في اضطراب الغدة الدرقية وفي سرطان البنكرياس وأمراض جهاز المناعة كالذئبة الحمراء وغيرها. وتوجد أيضا أعراض نفسية وعضوية، فقد تظهر الأمراض النفسية بمجموعة من الأمراض النفسية والعضوية في آن واحد، كشكوى المريض من خفقان القلب والعرق والرعشة في بعض أنحاء الجسم كأعراض عضوية، إضافة إلى الخوف والتوجس وعدم الشعور بالاستقرار والطمأنينة كأعراض نفسية، مثل مريض نوبات الهلع القلق الحاد النوبي، وهو مريض يشتكي من أعراض مفاجئة يحدث فيها تسارع لضربات القلب واختناق وربما رعشة وجفاف وبالحلق، تدفع طبيب البطنة إلى طلب فحوصات، ولا أحد يدل المريض على الطبيب النفسي، حتى أغلب الأحيان لا الطبيب الباطني يقول دي حالة نفسية ممكن تروح لوحدها. ولذلك أنصح دائما في كل الحالات، وخاصة في ظل هذه الأيام العصيبة لما تسببه أزمة كورونا من ضغوط وقلق وتوتر، بالابتعاد عن الضغوط النفسية والتوتر والقلق، لأن سلامة النفس أساسية لسلامة النفس والجسد على السواء. فإن الحل المتاح لنا هو تغيير طريقة استقبال هذه الضغوطات النفسية، وذلك بموقف فيه الرضا والطمأنينة والاستعداد للتفاني والسلام الداخلي وعدد من الأحاسيس واللمسة الشفائية والإيحاء بالجو الروحاني يعود بالنفع على النفس والجسد. فالمؤكد أن الجو الروحاني اللامادي من شأنه تقليص كل الأمراض الجسدية والنفسية،
ويا رب سعادة وصحة وعافية وزيادة في الأرزاق بأعلى مقام وأحسن الأحوال للجميع. وأخيرا، الذهاب إلى الطبيب النفسي ليس عيبا ولا عارا كما يسود الظن في بعض المجتمعات العربية. ومن هنا أكون قد أنهيت هذه الحلقة، وأشكركم على حسن استماعكم والمتابعة. كانت معكم دكتورة حنان أحمد كرسون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.